السلام عليكم. أعرفكم بنفسي الأول، أنا معتز الصوي، خريج كلية طب الأسنان جامعة المنصورة سنة 2005، جولد ممبر in 3D Cleaning Project International Group and one of mentors in ADC INC Indian International Academy. بفضل الله international speaker. أنا جاي النهاردة بس عشان أديلكم معلومة بسيطة، ممكن الوقت يوسع منا شوية سامحوني، عن الـ Preventive Endodontics. طبعا الـ السبب في كده ان انا شفت بوست، whatever بقى، انا مش هتكلم عن اشخاص، شفت بوست موجود بيلغي التغطية اللبية المباشرة، بيلغي العلم ده تماما، ان الدايركت بالب كابينج ده دايما دائما ما يفشل. طبعا انا اترد على البوست ده ببوست تاني سميته التغطيه اللوبيه المباشره الجزء الاول، وقلت لكم ان في بروتوكول معين احنا لازم نتبعه عشان نجاح عمليه التغطيه اللوبيه المباشره او الدايركت بالب كير. دي محاضره انا اديتها يوم 8 نوفمبر، اتكلمت فيها عن البريفنتيف اندودونكس، جبته كله بفضل المولى تبارك وتعالى من اوله لاخره، سواء البروتوكول، الحاجات اللي بنستخدمها، الدايركت بالب كابينج، البارشال بالبوتومي، كومبليت بالبوتومي، وتناولنا فيه حاجات يعني كتير جدا. والمحاضره صراحه كانت ساعتين الا تلت، انا ما كنتش متخيل ان انا هقعد كل الوقت ده، يعني انا قلت 45 دقيقه 55 دقيقه ونخلص. فعلا كانت محاضره شيقه جدا. انا جايب لكم النهارده بس بعض المعلومات العامه في الجزء الاول. احنا الفيديو ده هيبقى عباره عن 3 اجزاء. الجزء الاول هنتكلم فيه عن المعلومات العامه عن الدايركت بالب كابينج او البريفنتيف اندودونكس عموما. الجزء الثاني هنتكلم عن البروتوكول الصحيح اللي هيخلي العمليه بتاعتنا بتاعه الدايركت بالب كابينج تنجح، والجزء الثالث هو ازاي نعمل فولو اب للعيان او نشوف البروجنوزز بتاعنا. قبل ما نتكلم في اي حاجه، انا في البوست بتاعي اللي فات اتكلمت عن ريسيرشز معينه موجوده او ستاديز عن الدايركت بالب كابينج احنا لازم نعرفها كاطباء اسنان. يعني انا ما ينفعش اطلع على حد اقول له خد المعلومه دي مسلمه مني لمجرد ان انا شغلي كويس. يا جماعه يعني اي حد ممكن يبقى شغله كويس في الاندو بفضل المولى تبارك وتعالى، بس ده مش معناه ان انت تدي معلومات مسلم بيها في الكتب ان هي حاجه تانية خالص. وما ينفعش حد يدخل يدافع مثلا عن الكلام اللي انت بتقوله يقول ده كلامه مقدس. لا، هو اللي انا اعرفه ان المعصوم صلى الله عليه وسلم مات وما فيش معصوم من بعده. فانت لازم تعرف كويس قوي انت بتاخد الكلام من مين، وحتى لو كان من شخص كويس او انت شايف ان هو كويس لازم تراجع وراه. الريسيرش الاولاني اللي هناخده النهارده، وده اتعمل سنه 2010، هو 51 ضرس او سنه اتعمل لهم دايركت بالب كابينج بالام تي اي، والمفروض ان اتعمل لها فولو اب في بيريود من 12 شهر ل 27 شهر، يعني من سنه لسنتين. للاسف الشديد نسبه النجاح كانت 67.7% بعد السنه الاولى، وكانت 56.2% بعد السنه الثانيه. طبعا انا كمعتز بالنتيجه دي مش هشتغل دايركت بالب كابينج تاني خالص، تمام؟ بس ده له اسباب، والاسباب ده احنا هنعرفها دلوقتي. الريسيرش الثاني اللي اتعمل سنه 2000، طبعا ده ريسيرش سنه 2010 اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، خلوني بس اغير بالليزر بوينتر. 2010 للي عايز يراجع يصور الشاشه ويروح يراجع بايه براحته. الريسيرش الثاني اتعمل سنه 2012 ل 30 ميجر بيرمننت تيث، فيهم وايد ايبكس كلهم اتحط لهم دايركت بالب كابينج الام تي اي، واتعمل تو فيزيت ام تي اي، تمام؟ يعني اتحط الفاينل ريستوريشن بعد 2 ويكس، نسبه النجاح كانت رائعه بنسبه 93%. طب ده ليه 93%؟ وليه الريسيرش اللي قبليه اللي اتعمل سنه 2010 كانت نسبه النجاح يعني 56؟ احنا بنتكلم في 56%، حاجه وحشه قوي. خلينا ناخد ريسيرش ثالث اتعمل سنه 2008، يعني قبل 2010 كمان، بس بتاع 2008 كان في حاجه كويسه قوي، الا وهي البروتوكول، تمام، والكيس سيلكشن. ده اللي هو الريسيرش اللي فات اللي كانت في نسبه النجاح 93% اللي اتعمل سنه 2012، اللي حب برضه ان هو يراجع. نشوف بقى الريسيرش الجميل اللي انا بحبه قوي اللي اتعمل سنه 2008. وخلي بالك ان مع انه عمله سنه 2008، ستيفن كوهن بيقول في الكتاب بتاعه Pathways of the Bulb 11 Edition شابتر 23 Vital Bulb Therapy، انا انصحك بقراءته، ان في حاله اتعمل لها فولو اب بعد 10 سنين، يعني في حاله جت اتعمل لها فولو اب من سنتين فاتوا كانت النتيجه مذهله.
احنا جابوا، مش احنا، هم جابوا 94 سنه اعمار بتتراوح ما بين 7 ل 45 سنه، اتعمل لها فولو اب من سنه لتسع سنين، وفي جوه ريسيرش ان في ناس اتعمل لهم من 6 سنوات ل 10 سنوات، عشان نلاقي ان النتيجه وصلت ل 98% success rate of direct pump capping by MTA. ده ليه؟ ليه الريسيرش الاولاني كانت نسبه النجاح فيه 56 وليه الريسيرش الاخير كانت نسبه النجاح فيه 98%؟ It's all about case selection يا جماعه. It's all about case selection. انا عندي عنوان عريض قوي قوي مكتوب فوق كده بحوالين دايره اسمه case selection، بتنزل منه اسهم بتجيب لي برضو عناوين تانيه بالبنط العريض انا ببدا اعرفها عن البيشنت. So it's all about case selection. هل يا ترى اختيار الحالة من البداية في الحالة اللي دخلت لك بدايركت بالب كابينج وانت قلت عليها انها فاشلة، غير انك بتقول ان كل الحالات اللي بتدخل عندك العيادة دايركت بالب كابينج بتفشل، هل انت عرفت هل الكيس سيلكشن في الاول كان صح ولا؟ طبعا الكيس سيلكشن ده تحتيه حاجات كتيره جدا اللي احنا هنتناولها في السلايدز اللي جاي. طبعا ده الريسيرش اللي انا بقول لك عليه اللي انا بحبه جدا سنه 2008، ممكن تراجعه. الكيس سيلكشن بتاخد تحتيها عنوان عريض اسمه ديفرنشال دايجنوزيس. يعني انا ما ينفعش ابدا بيشنت عنده بري ابيكال باثوزيس في الاكس راي واقول انا هعمل دايركت بالبيكيت، ما ينفعش. ما ينفعش ابدا الدايجنوزيس بتاعي ريفرسبل بالبايتس او ليت ستيج من الريفرسبل بالبايتس واقول ان انا هعمل دايركت بالبيكيتنج، ما ينفعش. اذا فانا عندي دايجنوزيس معين انا بناء عليه بختار الدايركت بالبيكيتنج، الا وهو ريفرسبل بالبايتس او partial inflammation of coronal pulp tissue. ساعتها انا بقدر اعمل direct pulp cave. وخلي بالك ان انا عندي two diagnoses انا بعملهم خصوصا لما هاجي اعمل direct pulp caving او partial pulpotomy او complete pulpotomy. primary diagnosis اللي انا بعمله دلوقتي اللي انا بختاره الا وهو reversible bulbites، والفاينل دايجنوزيس بتاعي اللي انا بتاكد منه ان البرايمري دايجنوزيس كان صح. طب ده بيبقى امتى بقى الفاينل دايجنوزيس؟ لما بعمل اكسبوجر. لما بعمل اكسبوجر بيطلع لي بلاد، انا لازم طبعا اوقف البلاد. البلاد مش هيوقف عن طريق انك تحط الماده اللي انت هتستخدمها في الدايركت بالب كابنج على طول، لا انت فاهم غلط. لازم تحط ماده هيموستاتيك ايجنت اللي هي بتوقف لي البلاد. المادة دي مثلا نقول ان ارخص حاجة موجودة حول مستوى العالم وافكتيف طبعا الا وهو حبيبنا اللي بنستخدمه في كل حاجة، الصوديوم هايبوكلورايت. الصوديوم هايبوكلورايت بيوقف لي البلاد، وبناء عليه انا بشوف هل الحالة دي هتنفع للدايركت بالب كيبنج ولا لا. طيب انا فضلت 10 دقائق وهو فعلا الوقت 10 دقائق، 10 دقائق بعمل اريجيشن بصوديوم هايبوكلورايت البلاد مش راضي يقف، 10 دقائق بجيب كوتون بليت ببلها بصوديوم هايبوكلورايت وبحطها البلاد مش راضي يقف. طب انا هعمل ايه؟ خلاص شيل من الروف بتاع البلب وادخل شيل شويه من البلب تيشوز لعل في انفلاميشن جوه عشان كده البلاد مش راضي يقف. ولو انت فهمت البلب بيولوجي هتعرف ان الانفلاميشن ده هو عمليه ما بين البكتيريا وما بين الريسبونس بتاع البلب اللي موجود ضد البكتيريا اللي موجوده. العمليه دي لسه مستمره عشان كده في فازودايليتيشن، في بلاد لسه طالع. العمليه دي لازم تقف، وبتقف عن طريق انك تشيل مايكرو اورجانيزمز دي او تشيل الانفلاميشن ده. ادخل شيل كمان شوية، فانت هتضطر ان انت تعمل بارشال بالبوتومي في ربع مثلا الكورونا البالب تيشو اللي انت شلتها. البليدنج ما وقفش عند المعتزة، هنعمل ايه؟ ادخل شيل نص الكورونا البالب تيشو، يبقى انت انتقلت من الدايركت بالب كابنج للبارشال بالبوتومي. مش راضي البليدنج يقف بعد 10 دقائق تانيين، اعمل كومبليت شيل، اعمل كومبليت بالبوتومي، شيل كل الكورونا البالب تيشو اللي موجود عندك واعمل حط الام تي اي في المنطقة دي كلها. طب البليدنج مش راضي يقف، خلاص اعمل اندودونيك تريتمنت. يبقى الدايجنوزيس بتاعك اللي كان في الاول كان غلط، لان الحاله دي ما ينفعش خالص تبقى ريفيرسبل بالبايتس. الحاله دي الريفيرسبل بالبايتس واضحه جدا، انت وصلت لحد ما عملت اندودونيك تريتمنت. تمام، يبقى الفاينل دايجنوزيس مهم جدا في البليدنج اللي بيطلع من البلب عشان يحدد لك اذا كان البرايمري دايجنوزيس بتاعك كويس ولا لا. النقطة اللي هنتكلم فيها دلوقتي الدايجنوزيس. طب انا اجيب البرايمري دايجنوزيس بتاعي ده بطريقة صحيحة ازاي؟ ده له حاجات مهمة جدا انت لازم تعرفها، زي بالظبط المعادلة، معادلة بسيطة جدا احنا خدناها كلنا واحنا في ابتدائي او في حضانة كمان، ان واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي اربعة. هنعتبر ان الاربعة ده هو الدايجنوزيس. اذا فانا عندي اربع وحايد، الاربع وحايد دول مهمين جدا. لو انا شلت واحد من الاكويشن الاربعة دي هتبقى ثلاثة، مش هتجيب لي الدايجنوزيس الصحيح. جميل، الواحد الاولاني هو البالب بيولوجي، انا لازم اعرف ايه البالب اللي انا بتعامل معاه ده.
لازم اعرف بيتكون من ايه، عشان لما اعرف البلب هيتكون من ايه هعرف الريسبونس اللي هو الواحد التاني بقى، الريسبونس بتاع البلب ده للاستيمولس اللي موجوده حواليه هي ايه. يعني مثلا انا عملت كده، طبعا انا هخبط بايدي على وشي، فانا عارف ان ده هيعمل لي الم، فانا ببعد وشي، ده ريسبونس للايه، للالم اللي هيجي. انا عارف ان في الم هيجي هنا، ده خدي، ده وشي، حد يجي يضربني بالبوكس شيء طبيعي ان هو يعمل لي الم، تمام؟ فانا عارف، وبالتالي بدي ريسبونس معين ان انا ببعد عنه. فالبلب بيدي ريسبونس، تمام؟ الريسبونس ده ما بيديهوش فقط للكيرز، لو احنا بنتكلم عن الكيرز لا، بيديه للتروما، بيديه للبريبريشن بتاعك اللي انت بتعمله في السنه، وريفر بقى كان فينير، كان كراون، كان كلاس 1، كان كلاس 2، لمسك للسنه في حد ذاته بيعمل في البلب حاجات، بيدي له ريسبونس، بيديك ريسبونس بعد كده عن طريق البلب. ريسبونس البلب للكول تيست والهوت تيست والالكتريكال بلب تيست اللي انت بتستخدمه في العياده، كل ده انت لازم تعرفه. ولما تعرف الريسبونس بتاع البلب هتعرف ايه اللي بيحصل جوه البلب، بناء عليه هتدي دايجنوزز، بناء عليها هتعرف ان ده الريسبونس اللي اداهولك مع الكول تيست او مع الهوت تيست او مع الداتا اللي بتاخدها من العيان، الساينز وسيمبتومز وهو داخل عندك العياده، بناء عليها بتدي جواب، بتدي رد، الدايجنوزز ده كذا. اذا فاحنا لازم نعرف البيولوجي، لازم نعرف هو بيتكون من ايه. الشابتر اللي ثلاث ارباع الناس بتقطعه من الكتاب وبترميه في الزباله اول ما بتفتح اي كتاب عنده، وهو ده فعلا اهم شابتر موجود عندك في الكتاب، وده اكتر شابتر لازم تركز عليه، عشان بناء عليها تعرف الريسبونس بتاع البلب. ده الواحد رقم اثنين. الواحد بقى رقم ثلاثة هو الداتا اللي انا باخدها للعيان متمثلة في الهيستوري اللي موجود عنده والساينز والسيمتومز اللي انا باخدها. والواحد رقم اربعة متمثلة في البلب تيستينج، في الراديوجرافيك ايفالويشن، في الكلينيكال ايفالويشن اللي انا بسميه التشخيص السريري والاشعاعي. الاربعة دول بيدوني ناتج في الاخر، الا وهو الدايجنوزز اللي انا هقدر اقول بيه هل يا ترى هقدر اعمل ريفيرسبل بالز او ريفيرسبل، يا ترى سوري الدايجنوزيس بتاعي هنا ريفيرسبل ولا ريفيرسبل، وبناء عليه انا هحكم هل يا ترى هعمل بريفنتيف اندودونكس ولا هضطر ان انا اعمل اندودونك تريتمنت. اذا فالكيس سيلكشن من ضمنه الدايجنوزيس. حاجه تانية تحت الكيس سيلكشن الا وهي الكيريز ريموفال، انا لما اعرف ان الحاله اللي قدامي دي تشخيصها كذا، التشخيص ده هيخليني اعمل اندودونك تريتمنت، انا ايه اللي هيخليني بقى اخلي بالي وانا بشيل كيريز؟ لا، انا هدخل بقى افرم في السنه زي ما بيقولوا، وافتح بقى على الايه، على البلب مباشره، وافتح على الكنالز بتاعتي واعمل اندودونك تريتمنت، مش هخلي بالي بقى وانا بشيل الكيريز. لا، انت بتخلي بالك وانت بتشيل الكيريز في ريفرسبل بالبلس، انك ما تعملش اكسبوجر اصلا، وانك لو عملت يبقى مينيت اكسبوجر ما يبقاش واسع قوي عشان تقدر تعمل دايركت بالب كابينج. اذا فانا هاخد بالي وانا بعمل ايه، ريموفال اوف كيريز. حاجه تانية كمان، الهيموستاتيك ايجنت اللي انت هتستخدمه السوديوم هايبوكلورايت اللي هو بيديني الفاينل دايجنوزيس زي ما انا قلت لك من شويه، دي حاجه مهمه جدا، تمام؟ وحاجه كمان بتقول لي يا ترى انا هقدر اعمل هنا بريفنتيف اندودونكس ولا هضطر ان انا اعمل اندودونك تريتمنت. الماتيريال اللي انا هستخدمها في ان انا هغطي بيها البلب مباشره، الماتيريال دي ممكن تكون كالسيوم هيدروكسايد، ممكن تكون ام تي اي، ممكن تكون كالسيوم سيليكيت البايو سيراميكس، ممكن تكون الريزن موديفايد جلاس اليمر، ده ترميه من الشباك على طول ما حدش يستخدمه. لو كانت كالسيوم هيدروكسايد انا اقدر اقول لك ان 90% مننا كان بيستعمل الكالسيوم هيدروكسايد قبل ما يكتشفوا الام تي اي، ويعملوا عليه ريسيرشز وارتكلز وستاديز كتيره جدا، وقبل ما يكتشفوا كمان الحاجات الجديده الجميله اللي موجوده الا وهي البايو سيراميكس الكالسيوم سيليكيت. بس انا دلوقتي ما عدتش بستخدم الكالسيوم هيدروكسايد خالص. ليه؟ لان الكالسيوم هيدروكسايد فيه عيب قاتل. اولا انا لازم افهم نقطه معينه، انا لما بحط الماده بتاعتي فوق الاكسبوجر اللي انا بعمله، الماده دي بتعمل ايه؟ المادة دي بتحفز البلب ان هو يعمل لي حيطة، زي ما بقولك كده حيطة، هي اسمها حيطة ريباراتيف تنتيم فورميشن، حيطة. الحيطة دي لازم تتبنى، تمام؟ عشان يقدر البلب يعمل ريكفر، هو اوريدي بيعمل ريكفر لنفسه، عشان كده بيقوم عامل لك الحيطة اللي موجودة دي. الحيطة دي بقى البلب بيحمي بيها نفسه عن كل الحاجات اللي موجودة فوق، جميل؟ اذا فانا لازم احفز البلب انه يعمل الحيطه. الكالسيوم هيدروكسيد هيحفز لك البلب ان هو يعمل حيطه، مفيش مشكله خالص، بس مشكلته ان هو بعد سنتين او ثلاثه او ريفر التايم اللي هياخده بيحصل له تحلل، بيختفي، فانت اوريدي حاطط فاينل ريستوريشن، وانا عندي تحت حيطه اتعملت في حته فاضيه في النص، فاي ماستيكاتوري فورس هتنزل على 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 الفاينل ريستوريشن اللي موجود وفي فراغ موجود في النص هيكسره، هيعمل كراكس فيه،
الكراكس دي هتدخل لي سلايفا وبكتيريا موجوده من كل حته، والله بقى اتكونت حيطه حتتين ثلاثه خمسه، كيريز هيرجع تاني، وهترجع تضطر انك تعمل اندودونيك تريتمنت لما البيشنت يدخل لك العياده يقول لك انا مش قادر من كتر الالم، او تلاقي فيه ابسس موجوده او نكروزز تضطر ان انت تعمل له اندودونيك تريتمنت. اذا فالموضوع هنا بيتمثل في ان انت لازم تختار الماده اللي انت هتشتغل بيها. والام تي اي في حاجه مهمه جدا وميزه وصفه جميله جدا جدا جدا، الا وهي الام تي اي لما تحطه على السايت اوف اكسبوجر بتاعك بيفرز كالسيوم ايونز او الكالسيوم سيليكيت اللي هو زي البايوسيراميكس، بيفرز كالسيوم ايونز. الكالسيوم ايونز دي بترفع لي الالكالاين بي اتش، تمام، بيبقى عندي هاي الكالاين بي اتش، وفي نفس الوقت بتعادل لما يرفع لي الالكالين بي اتش بتعادل اللو اسيدك بي اتش اللي موجود، تمام، فبتعمل لي نيوتراليزيشن مع البكتيريا اللي موجوده. ده رقم واحد. رقم اثنين، فايده الام تي اي او البايو سيراميكس عموما الكالسيوم سيليكيت بتبقى في انها بتجمع لي حاجات، تمام، يعني ايه، بتنادي على حاجات موجوده جوه البلب كده، زي مثلا الميزنكايم سيلز تتحول لاودونتو بلاست لايك سيل، بتنادي على سايتوكين، بتنادي على ايبيون سيلز ثانيه موجوده، كل ده موجود في الكتاب ممكن تقراه، بينادي على الحاجات دي كلها بيجمعها تحتيه عشان يعمل لك الايه، يعمل لك الحيطه اللي هو ريبيرتيف دي فورميشن. فله اهميه كبيره جدا 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 الام تي اي والبايو سيراميكس اللي هي الكالسيوم سيليكيتس لما تيجي تستخدمها كدايركت بالب كابل. اذا فالماتيريال اللي انت هتستخدمها في الدايركت بالب كابل هتفرق في الاوت كام وفي البروجنوزز بتاعك. اذا فما اقدرش احكم على حاله داخلال العياده عامله دايركت بالب كابنج لمجرد ان هو فشل اقول ان كل الدايركت بالب كابنجز اللي موجوده اول اوفر ذا وورلد هتفشل. لا، ما ينفعش. انت لا عرفت الحاله ولا درستها ولا عرفت هل كان الكيس سيلكشن من الاول صحيح ولا لا، وما تعرفش الماتيريال اللي استخدمت جوه، ما تعرفش الهوميستاتيك ايجنت اللي استخدمه هو ايه، ما تعرفش اللي شال الكيس شاله كله ولا لا، تمام. البيرمننت ريستريشن وده فرع لوحده بقى، ده مش موجود تحت الكيس سيلكشن، لا ده هو جبل لوحده كده موجود اسمه البيرمننت ريستريشن. يا ترى البيرمننت ريستريشن في الحاله اللي جات لك العياده دي كانت كويسه ولا لا، عشان تحكم على الدايركت بالب كابنج هو كويس او لا. سواء عملت بريفنتيف اندودونكس او عملت اندودونك تريتمنت او عملت كلاس 1 او كلاس 2 او دخلت ايدك في اي حاجه في شغل السنه من غير ما تعمل بيرمننت سيل كويس، يبقى كل حاجه فشلت. لازم البيرمننت ريستوريشن او البيرمننت سيل بتاعك يبقى بيرفكت عشان الشغل بتاعك اللي انت عامله تحتيه يبقى بيرفكت ويظل بعد كده ابد الابدين بقى، يظل زي ما ظل. دي حاجة كده زي ما بيقولوا مقدمة أنا حبيت أحطها في الفيديو الأولاني، ونقول إن ده مثلا تتمة الجزء الأول للبوست اللي أنا حطيته على المنتدى العربي لأطباء الأسنان، وأنا هعمل لك برضو لينك للبوست عشان تقرأ الكلام اللي أنا كتبته في الأول. الكلام اللي أنا كتبته في البوست أنا شرحته لك هنا عملي، وحبيت إن أنا أكون معاك في الفيديو عشان أشرح لك بعض الحاجات المهمة جدا. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على التريتمنت ريكومنديشنز أو البروتوكول بقى المفروض اللي هو برضو انا بحطه ضمن الكيس سيلكشن، لان من ضمن الكيس سيلكشن هل انا هقدر اعمل البروتوكول مع الكيس دي ولا لا، تمام، لانك لو ما قدرتش تعمل البروتوكول اللي انا هقول لك عليه في الفيديو اللي جاي الحاله بتاعتك مش هتنجح. احنا هناخد 2 فيزيت ام تي اي بالب كابنج وهناخد 1 فيزيت ام تي اي بالب كابنج في الفيديو اللي جاي. اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واي حاجه انا موجود على الماسنجر تبعوني. شكرا جزيلا، باي باي.